الفنانة الخطيرة ندى بسوني. برحب بيكي فوشيا. وانا كمان برحب بيكي. هاي كلميني النهاردة عن اطلالتك الجميلة. عمرو اللبنة ديزاينر اسكندراني متميز، وانا لاني اسكندرانية ف يعني بتحمس للاسكندرانية. اسكندرانية زي بعض. ايوه. فهو عامل دراس حلو قوي، فستان جميل، شغله حلو قوي، مميز، وان شاء الله ربنا يوفقه ويبقى اشهر واحد في العالم. انت بتحبي الدايموند؟ النهارده انت لابسه حاجه دايموند مختلفه وجميله قوي. وده من ايرم، وهما برضو بيعملوا حاجات مميزه قوي وشغلهم كلاسي قوي، وهما اللي بيصنعوا، يعني مش بيشتروا الحاجات جاهزه ويركبوا عليها. لا يعني هما جواهرجيه جواهرجيه. قولي لي يا ندى، انت بتستوحي ستايلك منين؟ نعم، بتستوحي ستايلك منين؟ لا انا بتفرج على كل الناس وعلى كل يعني الديزاينرز في العالم، والميك اب الجديد ايه. شغلتنا لازم ان احنا نبقى على طول اب تو ديت مع الاحداث والحاجات اللي بتحصل. طب بمناسبه الشغل بقى، شايفه ان الفن المصري بيدي الست حقها؟ طب ليه ما بيديهاش حقها؟ يعني مش بيطلعها ان هي حقها مهدور؟ لا، هو على حسب الادوار اللي مكتوبه، يعني في ادوار بتتكتب كده، ادوار بتتكتب بشكل تاني. لا ليه، ما في ادوار بتطلع الست قويه. ادوار مثلا النجمه الرائعه نادية الجندي كلها شخصيه قويه جدا. تحيه كاريوكا كانت لها ادوار جميله. سناء منصور الله يرحمها، مدام سميحه ايوب الفنانه القديره الرائعه. لا ما فيش، هو يعني على حسب الورق اللي مكتوب فيه.